كان بدوش يعني قال لي ضل يقول لي امي بديش اياكي تزعلي علي ولا شوي، بدي اياكي تفرحي فيي، وبدي اياكي تزفيني احلى زفه، وبدي اياكي تزغرتيلي، وبدي تكوني قويه زي ما كانت ام ابراهيم كانت. كيف قويه؟ بدي انت تكوني زيها. اقول له يا امي انا من وين بدي اجيب هاي القوه؟ والله ما بقدر اجيب زي قوه ام ابراهيم. قال لي لا بدك تكوني زيها، لاني انا ان شاء الله مش رايح الا شهيد، فبدي اياكي تفرحي فيي، وبدي تزفيني احلى زفه، وقد ما تقدري تزغرتيلي زغرتيلي في، وبدي تعملي لي احلى عرس في الجنازه تبعتي. الحمد لله ضليتني معاه لآخر ما نزلوا، الحمد لله رب العالمين بالقبر الحمد لله. والله هو إنه نزلوا فيه وجهه يضحك، صار وجهه يضحك أبيض أبيض، وجهه كان غير شكل. آخر موقف كانت تلفون آخر إشي، قبليها بأكم من يوم كان كنت شايف. طب يعني يمكن قبل ما يحكي معي التلفون يمكن، او اخر شوف اللي كانت قبل ما انه يستشهد باسبوع، كنت شايفته عند الخان، مشينا انا وياه، شكيت ايدي بايده ومشينا انا وياه. بعديها بجوز بكم من ثلاث ايام يمكن حكى معي بالليل، قلت له حسام يعني انا هاي لما كنت انا شاكه ايدي بايدك وماشيه في الخان كنت حاسه حالي زي الملكه، كنت حاسه حالي زي الملكه، وبدي هذا الموقف ارد اعيده من شان يا امي. فش بعديها بيومين لهن ما صارش مجال، الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه يا رب، انه كان وعدني ان شاء الله انها رح تنعاد ورح امشي معاك مش بس بالخان وبرا، والف فيك البلد كلها. بس زي ما بقول مشاش القدر. كان دائما يحكي لك اكثر شيء، اكثر شيء كان دائما يحكي لي بدك تصير ام الشهيد خنساء فلسطين، عشان كان حابب هو ينزل هو واخوه، بس مش اش القدر ان اخوه يكمل معه، اخوه صار اسير ضل لحاله. كان دائما يقول لي بدي اياك تصيري خنساء فلسطين، وبدي ترفع راسك فيي، كل ما يشوفني يقول لي بدي ترفع راسك فيي، بديش تزعلي ولا شوي. يعني كل ما اشوفه كان او يحكي معي دائما هاي الكلمات بدي.